معانا لحمه مكعبات ايا كان بقى الكميه اللي انت عايزاها، معايا كوسه مكعبات، جزر مكعبات، بطاطس مكعبات، وكيس بسله. الخضار اللي انت عايزاه كله حطيه، انا حاطه بصل وحاطه بطاطس وكوسه وبسله وجزر، بس يعني عايزه تحطي بسله بجزر اللي هي المكعبات الصغيره ماشي، انا حاطه البصل يبقى الجزر يبقى كبير شويه بحجم مكعبات البطاطس وبحجم مكعبات الكوسه، وحاطه البسله لوحدها. عايزه تحطي دوت مع ده اللي المكعبات الصغيره ماشي، بس حلاوه الطاجن بتاع التورلي ان الخضار كله يبقى حجم واحد، عشان كده فضلت ان انا احط مكعبات جزر. معانا طبعا اللحمه اللي انت عايزاها، الكميه اللي انت عايزاها، معايا ايه بقى الصلصه اللي انا هقلب فيها ده كله. معايا ايه، انا مش ضاربه صلصه لوحدها، لا بصوا انا ضاربه ايه، معايا طماطم ومعايا توم سليم ومعايا فلفل مكعبات الوان ومعايا بصل مكعبات ومعايا صلصه طماطم بوريه، وهحط لها معلقه سكر علشان الحموضه بتاعتها وتديني تقل للطاجن نفسه. معانا كمان ميه ومعايا 7 بهارات، بهارات لحمه، رشه جوز الطيب، بابريكا وملح وفلفل اسود. كل ده كده هضربه في الخلاط، الخليط هيبقى تقيل، تطعيمه الفلفل الالوان مع الصلصه مع الثوم مع البصل، مفيش اي حاجه اتحطت على النار. تخيلوا الحلويات دي كلها كده تتضرب في الخلاط وتتقلب مع الخضار ويتعمل في طاجن، تخيلوا طعمه يبقى عامل ازاي. تعالوا كده نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي في قلبنا ونبدا حلقتنا. بسم الله. هبدا ان انا احط الطماطم، كوانتر عندي نضيف وزي الفل، البصل، فلفل الالوان، ادي الثوم، بهارات بتاعتنا، بهارات لحمه، بابريكا، 7 بهارات، كل ده احنا عاملينه على ايدينا طبعا، وادي جوز الطيب، وعندي ملح وفلفل اسود، وهديهم شويه ميه صغيرين علشان يمشي لي الخلاط بالشكل ده كده. متهيألي اسهل من كده مفيش، اتضرب كله في الخلاط وهيتحط كله على بعضه ويتحط في الفرن. ادي صلصة الطماطم اهي، ونحط شوية مية حلوين كده يمشوا لنا الخلاط. بسم الله. اكتر من كده مش عايزه. بتحبي مثلا تحطي مكعبات مرقه حطي، بس انا مش شايفه ان هي مش محتاجه، احنا متبلين كويس قوي. نضرب ده كله كده، بسم الله، ضرب ناعم خالص، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الخليط عامل ازاي، ادي معلقه السكر حبه صغيرين كده عشان الحموضه بتاع الصلصه. بسم الله. عايزه بقى تحطي قرن فلفل حامي كده يبقى يا سلام عليه، مش عايزه تحطي بلاش. بسم الله. بس تمام وزي الفل، الخليط تقيل، الطماطم مش متسبكه ولا حاجه، كله هيستوي معانا. نصفي كده البطاطس، ونبدا نقلبها مع الكوسه ومع الجزر ومع البسله، ونبدا نحطها في الطاجن بتاعنا. مش هنملح ولا هنتبل، لا مش محتاجين اي حاجه، كل التتبيله في الشفشق اللي احنا عاملينه، وهوريكم القوام بتاعه دلوقتي هيبقى عامل ازاي. بسم الله بالشكل ده كده، يبقى احنا حطينا الخضار كله مع بعضه، هنقلبه تقليبه حلوه كده عشان يبقى كله كويس مع بعض، ما يبقاش حته فيها خضار وحته لا. الطاجن ده هيبقى صغير. عايزه طاجن كبير او اديني 2 طاجن. فين؟ الف مليون سلام عليك يا رغده. بسم الله. بصوا كده هعمل ايه،
ولا بنحط مواد دهنيه ولا اي حاجه، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه من ده كله. بسم الله. تقسميه بقى على طاجنين، تقسميه على طاجن واحد او صينيه واحده زي ما انت عايزه بالشكل ده كده. وبنحط اللحمه عليه من فوق الوش، وبنبدا ان احنا نسقيه بالصلصه بتاعتنا. بسم الله. ويتسوي كله، ويستوي كله نايف نايف. التوابل اللي احنا حاطينها في الصلصه هي اللي هتسوي، فبنظبط الملح بتاعها قوي وبنظبط التوابل قوي علشان كله يبقى تسويه واحده والحياء بتاعه يبقى مظبوط. بسم الله كده. نبدا ان احنا ترص كده اللحمه على الوش من غير ما تاخد تشويحه ولا اي حاجه. طبعا غسل ايدي وزي الفل. تبداي تصب الصلصه على الوش وتقفلي فويل وتحطي في الفرن ونسيه بقى. نسيب معنى نسيه، يعني مثلا ابداي كده تحطي في الفرن وبعد ساعه ونص كده ابداي شوفيه. قبل كده لا، هيطلع لك حبه خضار دايبين، حته لحمه دايبه ومستويه. طبعا انا قلت لكم احنا عاملين نسخه منه قبل الهوا، حطاه في الفرن من ساعه ما جيت علشان على اخر الحلقه كده يستوي معانا ويبقى زي الفل. بسم الله. بصي يا حمدي بقى القوام بتاع الصلصه، بسم الله. لازم اللحمه تبقى متغطيه كده بالشكل ده، ونغطي فويل يا حمدي ونحط في الفرن على درجة كام يا نونة؟ على درجة حرارة 200، درجة حرارة 200. نبدأ نفتح عليه امتى يا نونة؟ بعد ساعة، ساعة ونص، مش قبل كده. واضمن لكم بإذن الله هتاخدوا حتة لحمة دايبة مع حبة خضار عالميين بالشكل ده كده. ليه بحط طبقتين؟ عشان يبقوا مخمورين جامد ويبقوا التسوية بتاعتهم أحلى، مش داخل لهم هوا من أي حتة. أسهل وأحلى طبخة وأطعم طبخة ممكن تعمليها، وأسرع طبخة كمان. حبة خضار أيا كان اللي موجود عندك، مفرزة طلعي كيس من كل حاجة قلبيهم على بعض، اضربي المكونات الباقية في الخلاط، حطي كله على بعضه وارمي في الفرن. على ما تعملي بقى حبة رز، على ما تعملي بتنجان مخلل زي ما أنت عايزة وصحتين وعافية. حطينا في الفرن الطواجن بتاعتنا على الأرضية، ممكن نبص عليها بصة يا حمدي. في أرضية الفرن من غير شبكة من غير أي حاجة خالص، على درجة حرارة 200 أو أعلى درجة عندك. اعملي على درجة حرارة 200 أو أعلى درجة عندك أول نص ساعة، أول نص ساعة، وبعد كده باقي الساعة ونص قللي درجة الحرارة شوية علشان يستوي بقى على الهادي. على فكرة، فكرة إن أنا لما أعلي النار على حاجة هتستوي بسرعة ده مش صح. أنت ممكن تعلي في الأول، تاخد الغلوتين بتوعها، حتى لو بتسوي على البوتاجاز تاخد الغلوتين بتوعها وبعدين تهدي النار، هتستوي معاكي أسرع وأحلى كمان. فخلوا بالكم من حاجة زي. طلعنا طواجن الخضار بتاعتنا من الفرن اللي احنا كنا عاملينها نسخه. تعالوا بقى نبص كده الخضار شكله هيكون عامل ازاي، ماسك نفسه ولا دايب ولا مهري. اللحمه نفسها عامله ازاي؟ بسم الله. بصوا الخضار ماسك نفسه ازاي. كده. تعالى كده يا حمدي، جيب معلقه شوف كده اللحمة أخبارها إيه. شايف؟ شايفين؟ بصوا المنظر، بصوا اللحمة دايبة خالص إزاي؟ دايبة دوب. بصوا بصوا الخضار ماسك نفسه إزاي؟ بس مستوي قوي. ده اللي أنا بتكلم فيه، إن حتة اللحمة دايبة والخضار ماسك نفسه زي ما هو بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك يا احمد كده تمام. طيب تعالى يا حمدي كده نبص بصه على اللي احنا حطيناه في الفرن ونشوف خد غلوه معانا ولا شكله عامل ازاي. بسم الله. نشوف مثلا كده. بسم الله. خلوا بالكم وانتوا بتفتحوا
ايوه انا ممكن اطلعه كده عشان تفتحه بالراحه. خلي بالنا واحنا بنفتح اي حاجه مقفوله فوق نبعد وشنا عشان البخار ما يطلعش على وشنا او على ايدينا. بسم الله. بصي يا حمدي بيغلي معانا ازاي، شايفين المنظر؟ طيب نجيب كده معلقه ونبص على شكل الخضار وشكل اللحمه كمان قبل ما نقفله فويل ونحطه تاني. بسم الله، شايفين المنظر؟ طبعا هو بيقول ان هو لسه ما استويش، انا قلت بيقعد في الفرن قد ايه، من ساعه ونص الازيد من كده، يعني من ساعه ونص لساعتين علشان يديني النتيجه اللي حضراتكم شفتوها دي بالشكل ده. كده نقفل الفويل تاني. اول ساعه بيبقى على درجه حراره 200 وبعد كده ممكن تهدي الفرن ويستوي براحته خالص وتطلعيه وتقدميه جنب رز جنب حبه ملوخيه، قضيها والناس لبعضيها وكل يوم عايز